وبنتكلم عن القضيه اللي احنا جينا عليها اللي هي بين مسلمين ومسيحيين. طب برضه لو على الاديان السماويه عندنا يهودي كمان. طب مفيش مشكله. احنا دلوقتي بنتكلم عن القضيه اللي احنا اجتمعنا من اجلها، وهي التوتر اللي موجود واخيرا اخره كان في العمريه في الاسكندريه اللي هو بين مسلمين وبين مسيحيين. وحضرتك تحدثتي عن طائفه من المسلمين شحنوا الناس والتفوا حوالين المكان اللي هو بيقيموا فيه العبادة، والا ما كانوش خرجوا جماعات من ثلاث مساجد بعد صلاه الجمعه في وقت واحد في توقيت واحد الى مكان واحد او الى هدف واحد. تمام. معلش انا ما عارف افكر. طب معلش بس الحقيقه انا كل ما اجي اتكلم عليك قطعت افكار. بيقول لك اصل الحقيقه واضحه، بس هو ما قالش حاجه ضد الحقيقه، هو بيسرد. فخلينا نسمع معاه. انا لسه مش حاجه. انا معاك، اتفضل. تمام. سامحني معلش، سامحني. الشيخ عبد العزيز بجد قامه بنحترمها. تفضل. هو لا يخفى على احد ان مصر مستهدفه، وان هناك شحن طائفي موجود مش هننكره. أيوة. سواء عند المسلمين او عند المسيحيين، وزي ما المسلمين عندهم تشدد فكري برضو المسيحيين عندهم ناس عندها تشدد فكري وموجود. وزي ما المسلمين عندهم قنوات بتحشد وتحرض ضد المسيحيين، في قنوات للمسيحيين كذلك وان كانت مش من مصر لكن موجودة برضو تحرض وتطعن في الإسلام وفي الدين. ده كله موجود. تطعن ده كله تحرض؟ لا ده كله له. لا في تحرض إن شاء الله. مفيش أبدا. ده كله له تأثير على الفرقين، على المسلمين وعلى المسيحيين. دي قضية عامة يعني بصفة عامة موجود. لكن بس حضرتك شايف الكفتين متساويتين يعني فكرة؟ بالتأكيد مش متساويتين، لأن بالتأكيد التركيبة السكانية مختلفة. يعني التركيبة يعني هل السكانية هل شفنا حوادث اعتداء من الأقباط على المسلمين طلعوا على جامع، أو في مسيحيين طلعوا على جامع كسروه؟ بالتأكيد في مصر لا. ولا لا أنا بتكلم في مصر يعني. ولا في أي حتة في العالم. ولا في أي حتة في العالم ما يطلعش المسيح. طب خلينا في العمريه بس. طب كمل عشان خاطري. لا حصلوا منعوهم في بعض البلاد في يعني في اوروبا احيانا بيحصل. أيوة في اوروبا بيحصل. لكن خلينا يعني بعد احداث 11 سبتمبر حصلت طبعا حاجات، بس ده في اوروبا. ما يطلعش الكنيسه يستهدف جامع، بتبقى ردود فعليه فعل فرديه من اشخاص معينين لهم ميول عصبي لما حدث. رد أيوة. فعل اللي هو فعل. اللي هو التطرف اللي هو التطرف اللي هو احيانا بيكون بس الصلة عن الدين. طيب اسمع.